السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلبة وطلبات الصف السادس الابتدائي، ومع الدرس الثالث من مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفصل الدراسي الثاني. تابعني أنا صبري مجدي، ولكن بعد الانترو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورجعنا لكم تاني ومع الدرس الثالث من مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي. بعنوان التجارة الإلكترونية. يعني إيه التجارة الإلكترونية؟ التجارة الإلكترونية هي عملية شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت. يستخدم المستهلكون ذو الخبرة أدوات البحث التكنولوجي لمساعدتهم في اتخاذ قرارات الشراء المناسبة، ومنها أولاً محركات البحث، وهي أدوات بحث تكنولوجية بغاية الأهمية تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات مناسبة. ثانياً مواقع المقارنة الإلكترونية تستخدم للمقارنة بين المنتجات من حيث السعر أو الجودة. فمثلا إذا أراد مستهلك شراء كمبيوتر محمول، يتم عرض مجموعة من الأجهزة للمقارنة فيما بينه. ثالثا التقييمات عبر الإنترنت. يمكن أن تكون تقييمات مستهلكين عبر الإنترنت ذات قيمة، ولكن أيضا قد تكون مزيفة ومبالغ فيها، لذلك تبقى التوصيات الشفوية من الأسرة أو الأصدقاء وسيلة مساعدة في تقييم عمليات الشراء المختلفة. الأسهم والسندات. البورصة هي سوق يمكن للأفراد من خلالها شراء الحصص وبيعها، وتسمى بالأسهم. يمكن للمنشورات السلبية بما فيها الشائعات والأكاذيب أن تؤثر على أعمال الشركة وخسارة الأسهم. يمكن شراء الأسهم والسندات وإدارتها وبيعها بسهولة عبر المواقع الإلكترونية الموثوقة الرسمية، مما يمكن الأشخاص من التمتع بسلطة أكثر في إدارة قراراتهم المالية. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.